اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. هذه وردت في رواية أنه هي الصيغة اللي إذا صلىها 80 مرة يغفر له ذنوب 80 سنة. فإن قلت كيف هذا وقد لا يعيش 80، أعمار أمة الرسول بين 60 و70 الغالب، فمعناه لو كان عمل ذنوبا بتقدير من عاش 80 الله يغفر له تلك الذنوب من كثرة ما يعمل بتقدير من عاش 80. فهذه الصيغة اللي هي وردت في حديث اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، لما توقف على الياء بتكون تظهر الشدة الياء، النبي الأمي ليس النبي الأمي، الأمي هيك ما بيحصل السر، لا يحصل، بده يظهر شدة الياء.